السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من مدينة عين العودة. المنزل اللي قدامنا منزل للبيع اللي كيتكون من الطبق السفلي والبروميير ايطاج والسطح. كنتواجدوا بالضبط في عين الحياة، عين الحياة اللي جات في واحد الحي اللي هو مزيان. عندنا مسجد قدامنا في هذه البلاصة بالضبط، غادي يكون مسجد حدا هذا البوست، هذا راه ديجا كيصليو الناس دابا تما. غادي ندير بكم واحد الاطلاله في هذه الدار هذه للبيع اللي واقفه حاليا على الفينيسيو، اللي واقفه على الفينيسيو. كما كتشوفوا هنايا الدروج، هنا المكانه، وغادي ندخلوا معكم باش نشوفوا الامور كيفاش دايره والفصاله والمسائل. هنا تحت الدروج هنا عندنا الدوش على اليمين، هنا عندنا بيت النعاس، هنا بيت النعاس كما كتشوفوا، وعندنا واحد الشرجه من بيت النعاس اللي كيطل على الكوزينه. انا غادي ندور لها من الباب ديالها باش تاخذوا فكره اكثر ان شاء الله. هذا هو الباب ديال الكوزينه، الكوزينه تبارك الله كبيره، الكوزينه راه كبيره، واحد الدار اللي صراحه همزه وبثمن جد مناسب في مدينه عين عوده. الناس اللي كتفكر باغا تستقر، الناس اللي بغات الدويره ديالها وتستافد من الطبق السفلي والبروميير ايطاج، هنا الضوايه ديال الكوزينه. غادي نخرجوا من الكوزينه مباشره وغادي نمشيو في الاتجاه ديال الصاله. الصاله هي هذه اللي جات كتشوف وكتطلع على الجامع من هنا. كما قلت لكم راه كاين المسجد، المسجد راه كيطل من هنا في هذه البلاصه بالضبط، هنايا قدامنا المسجد. هذه الصاله كما كتوضح الصوره، هنا بعض مخلفات البناء هنايا بعد ما سالوا البنايه. هنا غادي نطلعوا بكم للطابق الاول، يعني الناس اللي غادي يدخلوا لهاد الدويره هادي غيخدموا على شويه الفينيسيون وغادي تكون الامور مزيانه. الدويره راه واقفه اللهم بارك، الثمن جد مناسب، كاين ما يدار كاين ما يتقال، هذا هو اللي كاين. غادي ندخلوا للطابق الاول اللي هو هذا، مع كنطلعوا مع الدروج نيشان قدامنا كنخرجوا في الصاله. هذه الصاله هنا على اليسر كنلقاو بيت في البيوتة، هنا الدروج اللي كيطلعوا للسطح. وغادي نجي هنايا عندنا بيت اخر هنا، وهنا ممكن هنا غيكون حمام ولا غيكون انسان الا بغى يدير حتى الكوزينه ديالو هنا، راه ماشي مشكل على اين. وهنا عندنا ضوايه، الضوايه هذه ممكن الانسان يستغلها ولا شي حاجه. فكنتواجدوا في عين الحياه في مدينة عين عودة. غادي نطلعوا بكم للسطح ندير واحد الإطلالة. غادي نطلعوا للسطح نشوف الأمور كيفاش دايرة. السطح هو هذا، غادي نقوم واحد الإطلالة من الفوق باش تعرفوا الموقع فين جينا. جينا كنطلعوا على هاد الزوايا في هاد الإتجاهات، كاين واحد المسجد تاهو هنا اللهم بارك. وهذا هو السطح تبارك الله كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للثمن، ثمن جد مناسب. همزه للتواصل الاخوان 0 96 65 48 92. الناس اللي بغات دير السكن ديالها وتستقر فراه كاين ما يدار وكاين ما يتقال الاخوان. بالنسبه للجامع اللي قلت لكم جا قدام باب الدار، المكان ديالو هو هذا، كيتسنى غير مرحله البناء ان شاء الله. المسجد هو هذا كما كتشوفوا معنا، ديال البقعه ديال المسجد. هنا الطريق راه واصل للحي، يعني كلشي الحمد لله كاين هنايا. هنا كنهضروا على عين الحياه، عين الحياه بمدينه عين العوده. هنا السطح، يعني الامور الاخوان واحد النطواياج هنا شامل، غادي تبان لكم الصوره اكثر وضوح. وفينيسيو داكشي كما كتشوفوا المرطوب راه دايز هنايا، يعني صبيغه شويه نطواياج، وبنادم خطوه خطوه غيقضي الغرض. المهم غتوفر واحد السكنه اللهم بارك ار بلس ان بثمن جد مناسب. فكما كتشوفوا معنا اللهم بارك هوته، وكما قلت لكم يعني السيده بغات تقضي الغرض، بغات تقضي الغرض، اللي بغى يقضي الغرض مرحبا، اللي بغى يقضي الغرض الاخوان فراه السيده باغا تقضي الغرض. اللهم يسر، الله يسخر لمن غادي تكتب، هذا هو اللي كاين. يعني الانسان يخسر الى واحد البركه وغادي يدخل مع راساتو ويستافد ان شاء الله، هذا هو اللي كاين.
كما كتشوفوا هنا الطابق الاول، وهنايا غنهبطوا للطابق السفلي. يعني درنا لكم واحد الجوله شامله في هذا المنزل هذا باش يعني نوضح لكم الصوره اكثر، واي استفسار اي توضيح فمرحبا، حنا راه للاشاره. هذه الاخوان همزه، هذا هو اللي كاين. هذه همزه يعني الناس لظروف خاصه وهذا بغى يقضيوا الغراض، يعني كانت فكره يعني جات امور اخرى الحمد لله. فكنقول لكم همزه جات حتى بين يديكم، والله يسخر الجميع. هذه الكوزينه لتحت كما دخلنا لها قبيله، كنحاول نقربكم منها دابا نيت. هنا عندنا بلاصه البلاكار، مويانات، هنا البوطاجي، هنا تبارك الله راه كاين اتساع. عاود النقطه اللي كنبغي ناكد عليها، بيت هنا في البيوت، هنا بيت النعاس. بالنسبه للمساحه ديالها 60 حتى ل 65 في البروميير ايطاج. هنا الحمام، الحمام راه تبارك الله حتى هو فيه ما يدار. هنا عندنا تحت الدروج كما صورت لكم في الاول ديال الفيديو. وبالنسبه للحي هنا في الخارج ديال الحي، راه تبارك الله واحد الحي كالم، حي كالم وكاين الهدوء، وربما زقزقة العصافير غنية عن كل تعليق. كما كتشوفوا معنا هذه هي البناية، هذه هي البناية اللي جات هنا حدا المسجد. نتمنوا من الله الخير والتيسير يا ربي. انتم تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله. هنا فاش صورت لكم من فوق ديال السطح المسجد الاخر، عندنا خلف المنزل المسجد الاخر القدام هنايا. الطريق قريبه لينا، لنا مجموعه من الخدمات، مجموعه من المرافق اللي قريبه للدار ان شاء الله. كاينين الناس اللي ساكنين هنايا تبارك الله. اللي كيميز هذا الحي هذا هو الهدوء، الهدوء هنا في عين الحياه. وكما قلت لكم اهم حاجه زوينه عجبتني هنايا هو المسجد اللي قدام باب الدار اللي غادي تشرع فيه الاشغال ان شاء الله عما قريب. ونتمنهم الله الخير والتيسير يا ربي. هذا هو اللي كاين، الله يسخر الامور. واللي كنبغي ناكد عليه، اللي كنبغي ناكد عليه فثمن همزه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الله يسخر الامور يا ربي، واللي فيها الخير يجيبها الله. تهلاو ليا في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد. دائما مع الهميزات ديال اخوكم ايوب. الله يسخر الامور للجميع. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.